السلطة العوراء وهي أن يعني تغمض عين وتفتح عين. على كلنا كمتابعين للشأن السياسي ورأينا أسماء معروفة وشخصيات معروفة تسب وتشتم بمكونات عراقية وبشخصيات عراقية ولا يتم التحرك عليها من خلال السلطة. فلماذا تتعامل هذه السلطة بمنظور يعني الشخص غمض عين وفتح عين؟ هل لأن السيد محمد نعناع ليس لديه ميليشيات أو لا تقف وراءه يعني فصائل مسلحة؟ هل الشخص المدني اليوم الليبرالي أو أي شخص ينتقد هذا الحكومة يتم التعامل بهذا التسويف وفي هذا الترويع له ولعائلته؟ يعني بالتالي احنا عندنا نفس ما ذكرنا مؤمنين بالقضاء. جميل. لكن السيد السوداني نفس ما ذكرت من الذي اعطى ومن الذي يعني طعن في قرار المحكمه؟ زين انتم عاقبتوه بعد 6 أشهر سجن وعاقبتوه بغرامه ماليه. طيب ليش تروح تنقض القرار وتريد بعقوبه اشد؟ ليش هو شنو تصرف؟ هو نور زهير؟ هو شنو هو؟ هو اللي اختلس؟ هو اللي باقي العراق؟ هو اللي سقط ثلث العراق؟ هو اللي قتل اهل سبايكر؟ طيب جميل. انا شويه ليش هاي السلطه تباع بعين وتغمض عين؟ ارجع لك استاذ سيف. تتعامل ويا كل العراقيين، تتعامل ويا كل العراقيين بالتساوي.